السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. أيها الحضور الكرام، يا أبناء العراق الشجعان، أبناء أمتنا العربية المجيدة، نجتمع اليوم تحت سقفا واحدا لنحيي مناسبتين قوميتين، الأولى الذكرى 91 لتأسيس الجيش العراقي الباسل، والمناسبة الثانية هي الذكرى 12 لاستشهاد القائد العربي الشهيد صدام حسين رحمه الله. في 30 من كانون الأول 2006 امتدت يد الغدر والخيانة، وبحضور ودعم مباشر من الاحتلال الأجنبي الإيراني بإعدام القائد الرمز الشهيد صدام حسين في مشهد لا مثيل له في التاريخ، عندما ارتعب العدو منه وابتسم القائد مهنئا حبل المشنقة التي كانت ترقص لملامسة أرقاب الأبطال، وعندما كان الأقزام خائفون يرتعبون من هيبة القائد صدام حسين، كان هو واقفا شامخا يردد عاش العراق وعاشت فلسطين وعاشت الأمة. حقا إن القائد الشهيد صدام حسين كان وما زال رمزا للبطولة والشجاعة والثبات لأحرار الأمة، ولم يعدم الرئيس الشهيد إلا لمواقفه وثوابته الوطنية والقومية وإصراره على التمسك بقيم الأمة ومبادئه وخلقها ورسالتها الإنسانية الخالدة. أيها الأشقاء، عندما نستذكر الجيش العراقي الباسل نستذكر الفيالق العراقية وقادتها المظفرة التي مرغت أنوف الفرس المتغطرسين في التراب طيلة 8 أعوام. كانت الأمة بقيادة العراق العظيم تخوض حربا شرسا على بوابتها الشرقية، وانتهت بالاستسلام الإيراني وشرب كأس السم من قبل الخميني الدجال الذي استكبر وكان يحلم باحتلال العراق عبر جيوشه العنصرية الحاقدة على العراق والأمة. وكان للأحوازيين الشرف القتال في كل الجبهات جنبا إلى جانب أشقائهم العراقيين، وسالت دماؤهم الزكية وفي أكثر من جبهة، وامتزجت بدماء أشقائهم في سواتر الشرف، واستبسلوا ونالوا أنواط الشجاعة من يد القائد الشهيد صدام حسين. إننا في الوقت الذي نبارك لجيشنا العراقي الباسل لذكرى تأسيسه، لن ننسى ما يمر بهذا الجيش الباسل بعد أن تكالبت عليه كل القوى الشر، وعلى رأسهم الكيان الإيراني المجرم الذي انتقم وبشكل خاص من كبار القيادات والطيارين والمقاتلين في الجيش العراقي بعد عام 2003. إلا أننا واثقون أن جيش العراق الوطني لم ولن ينسى واجباته الوطنية والقومية كما كان دائما، وأنه سيعود كما كان مظفرا باسلا يقاتل من أجل سيادة العراق واستقلاله وطرد كل محتل آثم. أيها السيدات والسادة الأفاضل، بالرغم من أننا نعيش مرارة قيام الشهيد صدام حسين، إلا أننا نؤمن إيمانا راسخا برفاق دربه في حزب البحث العربي الاشتراكي الشقيق وشعبنا العراقي العظيم، وإنهما يسيران على نهجه الوطني القومي التقدمي الرافض للهيمنة والعبودية والاستغلال ووحدة الأمة واستقلالها. كما أننا على ثقة إن الزمرة العميلة التي سقطت في وحل الخيانة والارتزاق وخدمة المشاريع الأجنبية والاحتلال الأجنبي الإيراني غير قادرة على حكم أرض الرافدين، جمجمة العرب وأرض الشجعان ومهد الأنبياء والرسل. أيها الرفاق، بات من الضروري عودة الحكم الوطني للعراق الشقيق وعودة القوى الوطنية والقومية التقدمية
رافعت راية الكفاح الوطني بكل صوره التقدمية كي يعود العراق سيدا مستقلا معافى بعد أن فشلت كل القوى العميلة والمرتزقة بأن تحل محلها، وبعد أن سقطت كل عورتها وظهرت بعمالتها للمحتل الأجنبي وللدولة الإيرانية العنصرية على وجه الخصوص. كما لا بد من التأكيد أننا دوما وأبدا في خندق واحد في مواجهة العدو الفارسي في كل الجبهات معكم حتى يعود العراق مستقلا سيدا ظهيرا لكل قوى التحرر العربية وعمقا استراتيجيا للحراك التحرري الوطني في الأحواز المحتلة. ومن هنا يجدد المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية دعوته لكل الدول العربية الشقيقة والفصائل والأحزاب القومية العربية الاعتراف بالأحواز دولة عربية محتلة من قبل الدولة الإيرانية منذ عام 1925، والتعامل مع الدولة الإيرانية كدولة محتلة انتهكت القانون الدولي وأسقطت سيادة بلدا مستقلا وتمارس سياسة التطهير العرقي المحظور في الأحواز. كما أن على الدول العربية والمقاومة الوطنية العربية أن تعي جيدا أن استمرار احتلال الأحواز واستخدامه كمنصة للاعتداء على الدول العربية سيستمر طالما لن يتخذ العرب ومقاومتها موقفا حقيقيا صادقا داعما لكفاح شعبنا من أجل التحرر والاستقلال. وأن أطماع إيران وأحلامها في الهيمنة على الدول العربية لا تنتهي مع نهاية حكم الملاذي كما ثبت ذلك بعد أسقاط الحكم الملكي في إيران. أيها الأشقاء، لا يمكن وضع حد للسياسات الإيرانية التوسعية الإرهابية العنصرية والطائفية إلا من خلال تدمير رأس الفتنة والخبث والحقد الإيراني، ولا يمكن تدميرها إلا من خلال دعم القضية الأحوازية البوابة الشرقية لأطماع الفرس بكل صدق وشجاعة وموضوعية. حينها يتكفل الأحوازيين ومعهم حلفائهم من أبناء الشعوب غير الفارسية، وهم يشكلون ما نسبة أكثر من 70% من سكان إيران، والتخلص من أحلامهم وإلى الأبد. رحم الله القائد الشهيد المهيب الركن صدام حسين وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين. المجد لشهداء العراق المجاهد والمقاومة العراقية الباسلة. المجد والخلود لشهداء الأحواز العربية المحتلة. عاشت الأمة. المجلس الوطني لقوى الثورة الأحوازية.